السلام عليكم وصبحكم الله بالخير. جود مورنينج يا هل الامارات، جود مورنينج يا هل الخليج، جود مورنينج اللي في امريكا وفي لندن واللي في الدنيا العوده كلها. ويا مرحبا بكم وسهلا وصبحكم الله بالخير والنور والسرور والبهجه وكل ما تحبون وتهون. كل ايام يوم الاعاصير يت والهويات وياهم الطوفان، ها مستوى البحر خلاص سوى لين هاي البلكونه، هذا كل برج وحده ازم. والله يا شقيقي ما شاء الله يا خلف راسك مسوي صليج. اصلي ها اقولكم يوم عد الله يسلمكم البارحه استوت سالفه، الحين بخبركم بها سالفه ما بتفرح كم ما تغث وايد. اخترب البرنامج وسب صلاح. تحيدون يوم انا سعر ويا صلاح المغرب في الرباط، جت حالة هبوط يوم نحن من المشي، مشيت وايد جت حالة هبوط، وبعد في مطعم كنا شرات اللي استنزل واخترب البرنامج كامل مال صلاح. هاك اليوم من سووا التحديث هذا حين، هاي مصيبة بعد يوم بترمس بتوجف عن الرمس ما بتروم ترد تعرف انت وين وصلت. المراد عاد العذر والسموحه من جنابكم، يسوي غلط ولا شيات ما باليد حيله. اقولكم احنا ظهرنا نفس الطريقه اليوم، شليت اخوي خلف وياي وقلنا بنصير نتمشى نفس المكان، لكن الان صرنا من الاشاره هاي الحين قدام، من الاشاره هاي قدام على اليسار البحسرت اليوم، من الاشاره على اليمين. السلام عليك حليله، شوف فرق الموده. اقولكم انزين البارحه على الله يحفظكم، الحين سايرين الجاليريا، هاي الجاليريا مول، على اساس انه على اساس ان نتعشى ونتمشى وعندك ودونك. انزين ما وعيت بصلاح الا بيوم، تدري يوم اصوركم مطعم البارحه اول ما دخلنا صلاح كان صلاح بخير وسهل مره ما في شر، باب ما يلسنا على الكرسي وطلبنا هذا المكان مال ستيك ابو ستيك جاينا قبل 5-6 سنين، عقب تفاجأت انه موجود في الامارات. يعني شو اسمه خلاص؟ تشيز فاكتوري، تشيز فاكتوري كيك او كيك المهم واحد من هالاثنين. انزين وطلبنا ستيك وما خلينا شيء، ما طلبنا عندهم ستيك من كبار الواحد فيه ما ادري كيلو كيلو وين، وخلف عاد يقول لا 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 نحن ما يستوي، اني امريكا ما نطلب من الستيك هالكبار. انزين ويحشر تي بيديه يبقى من هالكبار ما شاء الله، طلب هو طلبنا نحن وطلبنا كل شيء. تو الرجال ساري بيجيب الطلبات او بيودي الطلبات الاوردر، عيون صلاح ابو يتجلبن غدن بيض ودلع رقبته مكس راسه. ترى يا شرات الهبوط حدول لي جايين الاول يوم انا وياه في الرباط حنمون الحاله هيته وعرج ويا مياله وحالته لله، الحق ما تلحق رششناه هدمه وبرطم دلع البرطم هذا ما تصح اللي ضار يتيهم يتروع. والله هو ودرنا كل شيء وردينا ردينا السكن ويا ليس حتى لالنا بارض البحر نرمس لا سويت سنابات لا عدينا قصة لا عدينا هم مكلف لا عدينا أي شيء كان ما باليد حيلة. فاقترب البرنامج البارح والحمد لله أمس صلاح بخير والأمور طيبة الحمد لله رب العالمين، ويبناه البيت ويا شافع ويا دافع وسبحوه، سبحت حصة فقيرة ما قصرت، ودهجوه ودخنوه وروحوه. يا الله يا الله اتنشنش والحمد لله ورقد، وعاد خليناها في شقة هو يرقد عندكم حصة وأنا وخلف روحنا في شقة مرة ملاصقة بيننا وبينهم يدار، والحمد لله الأمور طيبة. ما بهاي السالفة الحين، السالفة الله يحفظكم أنا أمس ما رقد طول الليل، يوم عدل في الليل الساعة 8 ردينا من حال وين كنا، باب ما صليت المغرب والعشاء وارقد
وانا اشيلكم الساعة هنتين ولين حين وانا متفيزة. الرقاد ما بطايع يعتدل في هالبلاد قطعة. الله العظيم يا ابوكم يا نهاية شو بقولكم، الرقاد ما بطايع مصيبة مصيبة الرقاد لين الحين ما اعتدل. بعد يقولك بعد الحين من الرد بضابي مرتين ثانية، هالمعاناة كلها برد نعانيها. هاي يقولون عنها بلاد الواق الواق، هذه هي بلاد الواق الواق. والحمد لله أن صراحة بخير وسهالة إن شاء الله به، إن شاء الله الأمور عدت وكل شيء زين وبنرمس خلاص. ولا حين تشوف شيء فنان وهو يستاهل التصوير صورته لبيوت شارات البارحيات. البارحة كنا في الطرف هذاك، عديت من الجسر هذا وصرت منك وأنا ساير. اليوم لا بالتخلاف، أمس شرق اليوم غرب. اي والله هب العود ما شاء الله عليك يا خلاص. شوفون هالدنيا كلها كجر غرجت غرجت مره كامل، البلاد كامله بزمها وعراها، ياهم مطر وياهم طوفان ما تشد يا هالبلاد من عشرات السنين، وغرقت البلاد كامله. هالكلام توي يمكن من سنه اظني او سبع ثمان شهور، لين الحين العالم كلها يبوي يشتغلون ينظفون المكان. شو القريده شو تسوي هناك؟ تلعب لعايبها. ها شو القريدة تلعب لعايبها. كل هالدنيا ابوي هاي قرجت. المراد اللي خلاني اقولكم الحين اوقف عند الشيرة هذه، الفرق بين الشيرة الهمباء مثلا ليه في الارض مكمله مدة طويلة ما تتقور. ليش ما تتقور؟ شو السبب؟ ما تتقور، وانت قورت ماتت. انت قورت الهمباء اللي هالمتل هالعود ها اللي تشوفونها، انت قورت ماتت. شو السبب؟ لان عرجها مثل البيص له، مثل البيص. شفتوا هاي حينه، شو هاي الشيره، هاي عرجها هذا ما يصير في الدعن تحت، يصير فوق سطحي، العروق السطحيه اسمها. فلذلك تازم اي ريح او اي هواء يجلعها. الهمباء لا، الهمباء يصير عرجها تحت في الارض. فلذلك اي محاوله انك انت بتجلع الهمباء بتحولها من مكان لين مكان ابدا، لازم بينقص القلب مال العرج مالها. شو هاي حينك على كبر حجمها، شو عروقها سطحيه تصير تنتشر فوق فوق، تصير ما لها عرج يوديها تحت في الارض. اللي لها عرج تحت هاي ابوي ما فيها فايده، خلاص اقطع الامل منها، مستحيل. ان قورت لازم بتموت. ولا هاي اللي ينمون عروقهن الشير، العروق السطحيه يسمونهن، هاي في امل اذا مدامهن صغار من يكبرن ما ترون تجورهن. اي والله ما ادري شو الله يا رب مسكم عن هالموضوع، لكن ما شي رمز. يلا عاد بس عليكم. هي والله على بود رمز. يا ربي خلف وين صك، ما شاء الله عليك. اي اهم شيء ما تشد، خطف عليهم هالموضوع من ما ادري كم 500 700 سنه ما تشد ياهم. وياهم شيء ابوي هاي يوم يقول لك ياهم شيء ابوي يقطع الاولي والتالي. وهلكت العرب كانوا حذروا عاد من قبل قايلين لهم ترى بيجيكم شيء، واشتلوا حد منهم ابوي غايض تم مغايض وناحس قال بيلس ما بشتل. ابوي اللي ما اشتل ابوي طحنه الطوفان، واللي اشتر ترى ابوي سلم بعمره. حد منهم اشتلوا بثيابهم اللي عليهم، ما باحلهم حتى يشلون ثيابهم من العناد اللي فيهم لو شافوا ابوي ادركهم الطوفان. شوفوا حين مثلا يوم اقول شوف هاللي فوق هذا كله من الماء يوم غرجت البلاد. ها شوفوا لين وين هاللي فوق، كل هذا خياس وقشبار والطحالب واللي تشوفونها طلعوا نشبت فوق تاملين. اليوم طار الليت غطت حتى ها شوفوا روس الليتات هاللي تشوفون من فوق، الليتات لين فوق المطر. هذا الدنيا هاللي تشوفها كلها غرجت، منسوب الماء ارتفاعه لين اعلى عن الليتات، على عين الليتات. عسبتي هاي تشوف كل هالبنيان، كل هالدنيا كلها هاي غرجت. ما ادري كم مليون اللي رحلوهم من هالبلاد، ما ادري كم ابطوا لين ابوي اعتدلت امورهم وردوا. توهم رادين شيء منهم، توهم ابوي يفرشون بيوتهم من يد ويديد. قطنوا شيش البترول الاوليات بعد، الا هي من الاوليات لان هم اللي ما ياهن التطور. اقول لكم اللي لفت انتباهي هذا اللي عاشوا زمن الطيبين يعرفون الطابوق هذا، تحيدونه
ماشي بيت من البيوت الأولية ما على الوارش من هذا الطابوق. هذا الأول يحطون على الوارش من فوق، فوق السطح، فوق شفتوا هذا الجدار معالي فوق، فوق دور مدارة النمونة، يحطوا على ارتفاع تقريبا نص محزم لين محزم الرجال، بين العشرين طابوقة عمود، بين العشرين طابوقة عمود، وفوق يحطون النمون بعد صبة حق تثبت الطابوق هذا. حلينا الأول زين، وهذا عادي يحطون فوق السطح، ودور مدار الزراعة الحويات. ها خلاص يلا انزين، صبر عندي سالفة بعدها انزين. وهالي تشوفون الله يحفظكم، الأول يكون فوق السطح فوق البيوت الشعبية. وشي دري من حطب، الدري هذا اللي من حطب شيء دري تعريضة يعني عرض ريل الريال بوديتين. وخلاف الله يسلمكم، هذا يوم يستوي عرس. وين الطريق حينا؟ يلا انزين، يوم يستوي عرس الله يحفظكم، الأول ماشي هذا صالة وبوصالة وقاعة أفراح انزين. أرد أخبر، خطفنا على أماكن وايد وعلومة وايد، كمارة في أسسول ويا خلف. أقولكم الطابوق هاي تشوفونه يحطونه فوق الوارج انزين، يوم يستوي العرس هذا ولا بيه في بيت الزرب ولا شياته، سوى دور مدار الزرب من هالنمونة الطاب نوع هذا، لجل أنه في أيام الحر يجيهن البراد، ويوم يوجه يوم يجي وقت الشتاء حطوا عليه بيوت وكمرهن عن البرودة زين. الوارش يوم يحطون عليه هذا فوق السطح، قلت لكم وصلنا إلى وين الدري، يوم بيستوي عرس عندهم المعاريس، ناس سوى عندهم عرس الفي آي بي، ناس الخصوصي يرتبونهم فوق السطح، يفرشونهم عاد حصر، ويلي سوى الحرمات فوق السطح يطمشن عاد على هلب الدق اللي داخل الحوي الأول، يكون هلب المعلاية ولا هل بالدان ولا هل اللي هو يعني يدقون للحريم داخل. ممنوع اسمه تريال يخطف قدام الحوي، ممنوع لو يكون من يكون، لا أخو العروس لا خالها لا عمها لا يدها، ممنوع حد يدخل داخل وين الحريم. الفي آي بي عاد يسونهم فوق السطح، الفي آي بي عاد اللي ما حد شراتن مرة. والله ترى من السبعة تعرفون ليش تأخرت الحين حول ساعة، بقيت أعرف كيف أعرف وين وصلت في هذا، ما عرفت القصة الستوري نشيت والله، دقيت للخبير خبير السناب منهل لين بوظبي، ويالله يالله طع يرد علي هنا عذاب هذا منهل، يوم يبرد ويوم ما يبقى قال والله يا خالد شب لك الشغل والزحمة يعني يلس، ما يندرع على صدقه من كذبه المراد. أقولكم فيسوي اللي فوق هذا الحريم، هاي اللي فوق يصير الحرمات هاي كله في آي بي، واللي تحت أقل عنهن نسبة من الفي آي بي في الحجر، فتحوا لهن الدرايش ويازم تازم الرئيس والزيرة كلها في الحوي، ويو تي الأول العديد المشهورة في تي من بوظبي عدتين، عدة سلوم بغنيم وسلوم بحميد فرقتين عديد، أهم شيء عدة عاد اللي هالبوظبي يموتون عليها عدة الشو عديد، عدة صلوح حمال بن مدير الله يرحمها، وعدة قوم سليمان سيف، وعدة قوم بابا علي، وعدة قوم خماس ولد بخيت، وعدة بعد ما صلوح شو اسمه عبد الله الشيطان الرجيم نسيت والله شو اسمها، صلوا حمال مدير وصلوا واحد بن حشر هاي العديد كلها نتي الاول ومعلايات من تعال بخبركم عن شيء، كل العديد هاي الاوليات العديد الدق الاولي عندي يمكن ما يقارب اكثر عن 150 فيديو الكاترج الاوليات الكبار، كل فيديو منهن في 5 ساعات، حولت عقب الى فيديو من الصغار، عقب حولت على هارد ديسك. المعلاية الاولية هطري حبل المعلاية مات البارح واليوم، لا حريم امهات البراجع امهات الشونقي امهات العجف امهات يعني الدق الاولي. فانتم ما تلاحظون من مدة نزلت مقاطع يمكن من 5 أو 7 سنين مقاطع الدق الاولي
كل مقطع يمكن 3 دقائق ونص أو 4 دقائق، 3 دقائق ونص، 4 دقائق. هزلتنا الله يحفظكم عقب إصرار من منو؟ من ريال. وقال لي طرش اللي إياها، طرشيت له، قال لي لما تبى تمحافظن هن أنت من 40 سنة وهن عندك ما حد شافن، لكن أنا دخيل والديك عطني بس إلا مقطع مقطع. المهم نسخت له من كل فيديو 3 دقائق. وطرشت له ولحظة وحدة بين يوم وترك انتشر في الدنيا كلها من جميع مناطق الدولة، من كل بلاد انتشر، في كل بلاد انتشرت المقاطع. وقلت توبة ما أعطي. ويوم حين خطفا 5-6 سنين، وحين من عقب ما خطفا 4-5 سنين أقول في خاطري أنا لين متى بحفظهن؟ وليش أنا أخليهم بس حكر عندي أنا ما حد عنده هالمقاطع والفيديوهات؟ لكن أبوي أنا بنزلهن في المحطة مالها، المحطة هي في القناة مالتي مالت اليوتيوب. بنزل مثلا بنزل كذا دور، يعني كل دور المشكلة كل دور مت ساعة ساعة ونص، يعني الشريط الواحد. شوف أقول الحفلات اللي عندي ما يقارب أكثر عن 150 حفلة، وكل حفلة 3 و4 ساعات. تخيلوا، هاي محافظ عليه من هات سنين وما حد عنده نسخة. عندي الأصل من هات. ما أقول في خاطري اليوم وبكرة، اليوم وبكرة عاد الحين بتفق ويا حد شركة يكون يسوونهن، يقطعونهن وينزلونها على القناة حق اللي يبي يتفرج يشوف الفرق بين الأول القديم وبين الحديث، بين القديم وبين الحديث. في حتى ما لقوم حياة بن شامل، حياة سليمان سيف، حياة صلوح مال مدية، كلهم العديد الأولية، حياة صلوح مال حشر، صلوح مال حشر حيله ماتت الله أعلم بقى. ما حد من العديد الأولية، حتى حياة قافوه من راس الخيمة بعد عندي، وحياة الديزل، حسون واد، عبود شراق. شو بقولكم؟ زقنا بوت. والقصد من هالكلام كله اني اروي العرب انه فرق بين المعلاي الأولية والمعلاي الحديثة، فرق شاسع. معلوم كل شيء يتغير، الناس اختلفت، الأوادم تغيرت. يا غير الأول ما تخيل أنا روحي، يعني يعيبني أطمش على المعلاية الأولية يعني. وكلها العرب تصير تطمش كلها، هاللي يقول أنف وكخ وتفح حينه يكذبوا من حبوا لمشوا، ما حد هو ما تعيب الأول المعلاية، لكن تعيب المعلاية الأولية يوم هي المعلاية معلاية ما بالحينه. ما شاء الله هالشيرة لومية، شو ما شاء الله تبارك الرحمن، برتقالة. سبحانك يا رب. اي موجود عندي ويعيبني واحب اشارك العرب فيه، وان شاء الله انه بخبر هذا يسمونه منهل. ما شاء الله البيت هذا ما زينه، شو ما زين هالبيت الله عليكم، ما يندرى عاد اهل منو هذا هالبيت الله اعلمهم، ما زين هالبيت الله يبارك لهم، ما زين زيناه هالبيت، يجنن كان جديد، ما ظن جديد. هنخيل عواوين كان تقريبا، يعني العديد هاي اللي عندي انا شرطتهم يمكن 80 أو 70%، لا والله يمكن شيء 90% منهم كانوا متوفوا، يعني لان التسجيل هذا في الثمانينات تو بادي الملون، تو بادي الملون واستوى التسجيل في حديقة الصفا، في رأس الخيمة، في البقع هذه، يعني في الاستديو شيء منهن، شيء في بيت يسمونه بيت في المنامة في دبي، بيت واحد يسمونه علو خنافس الله يغفر له، ولا حي مات ما يندرى، لا والله ظني علو خنافس حي. في بيت علو خنافس بعد سوت كذا حفلة، يعني في هالبيت يسجلون تسجيل خاص يعني حق استديو. وعقب عاده امتسحت من الوجود هالفيديوهات، جليل اللي تم عنده واهملت. انا عاد عندي محافظ عليها من هاك السنين، وحولت من فيديوهات من الكبار هاللي طول الذراع، لين عقب الفيديو صغيروني هاللي شوي اكبر عن الكف، وعقب الفيديو الصغير اللي كبر الكف، وعقب الحين حولت هارد ديسك.
تيرا كاملة ما أدري كم 1600 جيجا ما يسمونها هاي مليون شيء وشيء وشيء جميل وغالي. وإن شاء الله إن شاء الله أني بسوي هالشيء وبنزله على اليوتيوب. هي والله شيء جميل يعني بيستوي إذا رجعنا من الحين. خلف غط عني أبوي ترى ما إلا استلم ساعة يلسة ودرني أبوي ساعة والله إنه غط ولا شوفه ما يبين لحتها. لما أقول لكم البلاد كلها غرقانة شو هالشيار اللي تشوفونه ترى كله بغط إنه غطاه هذا الوادي ها. كل هالشيار هذا كله ما تحينه. شو شو قال الغداء شو قال المغبر ها كله وحل وطين عن ثار الوادي هالي خطف شل الدنيا قرجة الدنيا كلها ها. شو ها هالي تشوفونه ها. هذا مخطف الوادي ها حليلهم حليلهم مضى عليهم شيء ما مضى على أوادم ها. شو هالي تشوفون القشبار اللي عالج فوق ها كل أبوي من الوادي يوم يخطف يوم اللي خطف الوادي يشلوا ويا الحطاب والبليوة والتشينكا وما أدري شو شارات عندنا يوم خطف الوديان إلا بجير إلا بكبات إلا لوث إلا ما أدري شو يجلع السمر والقاف والدبش الهوش حالة تملى الله هني لا هني ما يخطف يشل ما يشل الدبش يشل أبوي اللي يشوفها قدام عاد أزمة البلاد غرقانة مدة طويلة. أعلنها ترى في التلفزيون شفتوه أنتم الإعصار يجتاح هيوستن هيوستن تكساس وما أدري شو وما أدري شو سوت أمور عليهم ما مضت على مسلم سبحانك. شوف بلعيك والله صرمة يا سلام يا يدعها لا أصبركم وأنا عدى الحق تشوفون اليدع مال انخلى هذه كيف تبارك الرحمن اللهم صلي على سيدنا محمد. شوف بلعيكم شو مكبروني انا عدال يدع يعني بالضبط ما يلاجي عليها ثلاث انفار اذا بيتقابضون باليد ما بيتلاجون عليها. سبحانك يا رب سبحانك معظم شانك. احيانا ان شاء الله ان شاء الله اذا الله احيانا ومدلنا بالعمر لين خلاف المغارب ولا العصر ولا والله ما ادري يعني على الفاقه بيسي مكان روحي بتفيزر بعد عليكم. شو طريقة ترتيب العرس الأول شو من أول ما تستوي الخطبة لين يشلون أبوي العروس بيته لين يضوونها وتخلص الضي والعادات والتقاليد الأولية اللي أنا لحقت عليهم وعرف أرمسكم عن بوظبي ما يخصني في شرق ولا غرب في البلاد الفلانية ولا العلانية القرية الفلانية العرج الفلاني القبيلة ما يخصني. أنا برمسكم على وين ربيت وين استويت شو كان الأسلوب وشو الطريقة المتعارف عليها طريقة متعارف عليها هاك الآن وشو كان يستوي وشو شو طريقة العرس وشو اللي يستوي وكم من يوم وعن طريقة المكسار ومنو لي منو لي برك خلاص عيز حليلة انزين وشو الدعوة الداعي من كيف يستوي كيف يدعون العرب يعني من هالقبيل وشو اللي يستوي شو ما يستوي في العرس وشو العادات والتقاليد يعني من الأشياء اللي كانت الأول روتين العرس قبل العرس مدة طويلة يحضرون للعرس ما يحضرون لل بطايق وما بطايق لا هاي ما حد حتى يفكر فيها يفكرون أبوي بأشياء جميلة خاف كل بذكرها لكم حتى عن طريقة وين يصيرون يحطبون الأول يبون حطب من جيد الحين عيل بطرية تسافة كلها أنا خلاف بخبركم هذا حين يلا خلاف. يا ربي كم عفدوا لي الحين فرقة خميس بلال كيف نسيته لا أبوي اللي قالكم خميس بلال عندها فرقة هذا أبوي كذب من حبلين مشى خميس بلال من استوت الدنيا ما لها فرقة الفرقة فرقة خالها سليمان الفرقة كانت العدة عدة سليمان سيف خموسه أو خميسه ما كانت رعية فرقة كانت هنتين مغنيات الأول خموسه وخدوي هنتين والله أني أتذكرهن لكن اللي أكثر الأعراس كانت خدم خميسه لكن اللي صوته الماستو وشراته صوت في الدنيا العودة هو حياة سليمان سيف يعني الله يغفر له إن شاء الله أنا ويساعدون
دور خدوي ودور خموسه ودورين ثلاثة على شل العدة كلها هو سليمان، هو لي المتشل عليه في العديد وفي اللي يفرح العرب ويشل الزهاب ويحطون على البيوت وقت يروون الزهاب ووقت اللي الزفية وقت كله 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 المتشل كله على سليمان. باجي الناس الفنانين اللي مغير ابويا ولا ما يو ما عنهم منشود، لكن اهم شيء سليمان الله يغفر له هو اهم واحد فيهم، ترى هو رئيس الفرقه اذا ما يهو شو الفائده. بخصوص الطابوق اللي صورت لكم اياه الساعه يسمون طابوق مشربك او طابوق بشرباك او المهم 90% انه يصدرون السنين الاوليه طابوق المشربك، كانوا يستعملون مثل ما قلت لكم للوارش فوق السطح والبيوت وزروب الهوش اللي عنده درب هوش ولا شيات والله مرهي عليه ما يصير يشتري هذا، لا هذا الله يسلمك يكون زايد على البنيان ويشترونه بنص الجيمة. هذا الحرمة عندها دبشع وارض وشي زين ولا سعيديات ولا ياموديات ولا الدبش اللي فيه خير، يعني الدبش العربي الزين ما يهون عليها تحط تحيب الهنب بمسيم، لا في بتعزر على الريل سير عند المقاول ترى زايد عن ابوي هذا طابوق المشربك خذ لنا منه الجديده بربي وربع اللي من عند من برا يعني تشتريها جديده، ولا زايد عن المقاول يبيعونها بنص الهنتين بدرهم الهنتين بربية. الصوره اللي توني حطيت لكم اياها هذه مالت الله يسلمكم هيوستن يوم ياها الوادي يوم جت الفيضانات جت امطار ما ادري كم من يوم المطر يريخ عليهم رياخ فغرجت بلادهم. هذا الحين تشوفون الليتات هاي الليتات هاي ارتفاعها يمكن 10 امتار، فلذلك اقول لكم شفتوا هاللي تشوفونه راح تشير ها وين وحده طولها حوالي 15 متر، ها كل ابوي غرقان ها كل ابوي تلح فوق ها على وعلى البيوت، ها البيوت اللي تشوفونها كلها ابوي غرجت من ضمنها شفتوا اللي توني حطيت لكم اياها الاشاره هاي اللي تو غرقانه هاي ابدا هالنمونه على هالتكاليف. ضبط في هالشارع ابوي خري مري مين ابوي عند اندرسن هاك المستشفى ها ها ذاك المستشفى وين بيش مضيع عياله طيب ويمشاي لين السكن هذا السكن وينزلني ساعات اتعايز اركب الباص يوم شيء مطر يوم شيء مطر ركبت الباص وينزلني الطرف هذاك وعبر ابوي لين هذا رنده الحين برد او اني بصور لكم رنده الحين بسير براويكم اياه اللي هو في نفس المركب وين احنا ساكنين، وهذا اللي تشوفونه سكن خاص للعجزه هذا بلاد من كبره كلهم ابوي يدقون لهم الماء هاي اسمع يقول فلان يدقون للماء هذا ابوي هذا الفرق بيننا نحن وبينهم اللهم لك الحمد. نحن ابوي عيالنا ابوي ان شاء الله بيروفوا بنا مثل ما نحن رايفين بهاليتنا، واللي ابوي منكم يحيد عمره قصر بوالديه يبشر بالعثره. خليني اقول لكم اقبض الطريق هذا خري مري كل يوم ساير ياي شو اسمه تعال ياي خلف اسير اتمرن نادي هناك هذا حينه هذا في طرق في ظهر السكن مال وين نحن ساكنين هذا ابوي كل ستاربكس ومكتبة عامة مطاعم هكا اللي تشوفونه هذا ابو فيان بواحد فسطار في خاصرة المبنى شو هاك البنية الحمر من شيء باب صغيروني بعد دقه بالارقام السريه اذا انت داخل تظهر بلي رقم واذا تبي الحين من خارج تبي تدخل ما تروم الا كان تدق الرقم السري والرقم السري عاد انا ما اعرفه لازم يصير البوابه الرئيسيه. شوف الدنيا هاي كلها غرجت وصلنا في بنت احمد وعطتنا الرقم السري قالت لنا هلكيت 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 دقوا ابوي ما تحضرون قلنا لها ان شاء الله بدل ما نسير لين اخر الدنيا البوابه الرئيسيه لين تلف جدا البوابه الرئيسيه بالك ابوي نص ساعه وحين اليوع ليه في الدنيا كلها فينا اليوع ليه في الدنيا هذا الباب ها اقول خلاف اي اصور لكم خلاف ان شاء الله الجمعيه هاي رندل فنانه وهذا الطريق يا ما شليت قراطيس وصبيعات تحززت من قراش الماء
يا رب البيت الحرم تعافوا عن كل مريض في هالمكان، وتعافيهم وتعافوا عنهم وتردهم بلادهم سالمين غانمين. ما شي شرات البلاد والله، ما شي شرات البلاد. ادعوا للمرضى يا ابوكم اللي خارج الدولة ان الله يشافيهم ويعافيهم، يردون بلادهم سالمين غانمين. شو هاللي جاي بعد يحن خيبه؟ لا اله الا الله. بس الله هالشراعي. اي والله شوف هالباب يا ابوكم عنه ملايم لو انا غلطه. لا والله ما بملايم يا بعده، نسيت والله. لا تطري عسى اصور. توين توين تو بوي حليلهم. هلو السلام عليكم حليلهم. ثانك يو. يو ليف هير فور ميديكال اور جاست ليف؟ جاست ليف. اوكي ثانك يو. اي واتس هيز نيم؟ ها؟ لا ها؟ لا. وهذاكي؟ تيان. تيان؟ لا. ثانك يو. باي باي بون. باي باي لين. حليلهم. والحق صغيرون يطالعني بعين بغضه. بسم الله. شو هذا اللي سلط علينا؟ شو هذا؟ شو هالملغوث؟ شو هالملغوث؟ شو معننا مصرفنا؟ شو يخصك فمنا تخبرها اسامينا؟ السلام عليكم ريم. ريم ريمان سلام عليك. سلام عليكم ريماني. ما شاء الله على الريم. الريم شيخة الحريم تبارك الرحمن، يعني الله يحفظها. باي باي ريماني. باي باي. حليل عيالنا لان ابوي يروحون ريحة ابوي العرج يحن. العرج يحن. سوت لي باي باي وما ادري شو، وحبيت يديها ولا خالها ولا هذاك يطالعني بعين وغاد. سلام عليك بنت احمد. جود مورنينج. يلا ترانا يواعة. ها صلاح سلام عليك. هاو ار يو؟ ها وين وين انت؟ بخير اليوم؟ كل هالعرب تخبر عنك يا صلاح. تريقت ولا بعدك؟ تريقت لو بعدك؟ ترياني؟ يلا حبيبي الحين بيك. يلا. زين صليح. علومك. تمام. شو أخبارك؟ أني. رقم واحد لرقم اثنين. تو. تو؟ ليش؟ ما حبيتني أنت اليوم ولا لا؟ أنت حالته بحر. يلا واحدة. لا عودة. بعد لازم شيء تنطح العرب. اي والله يا ربي العراق. شوف كل العراق على هالبرد وبعد شيء عراق. امين. فانيله من تحت تعرف فانيله من فوق، وعلي هذا الطربال حالي هاب اللي تحيدون اللي اقول لكم يسوي درجه الحراره ما ادري كم تحت تحت اليد اللي استراليا. ها انجبته وين شفتني؟ الشيشه. هي حماده عند طابوق وشرباك سويته البارحه يوم العيون بيضن ودلعت رقبك بغيت تموت. زيقتنا عليك زياق، خربت علينا البرنامج، خربت الاكل وخربت الدنيا، اختربت جدول كامل وانت السبب البارحه. انت انا شي خصني؟ انا قلت لك جلب راسك هالنمونه. انت مشيت وايد وايد من المشي. زين هذا الله يحفظكم ريوب بيتنا نحن روحنا هني، وهذا على الله يسلمها من عند من هيان يارتنا. أول تلباح ذبيح والبارحة دلال وريو وها وسحوح من كل ما فيه نفس ها ودهنا طيب ومسوي شامي الله يحفظها. هذا بيض بصل مربى دمية وزيتون وما تشتهي النفس، والبراتة براتة والزعتر زعتر واللبنة لبنة والدنيا مطرجة. صح صلاح؟ يا رك الله يا رك. وهذا بعد يلا الله يحفظها من عند من هيان يا رتنا مباركة. اي قولك يا الله عاد امس يوم حط صورته وقلت هاي جاينا من عند مهيان. قالوا ابوي هاي ابوي اكرم من ساره جدمه على الارض. كلنا ابوي يصيح يوم من هيان، يصيحون من كرمك يضربون بالوصوف يوم من هيان. يعني العمر طويل. زين وهذه على الله يحفظكم خدمه بيتم روحهم بشكاره قوم حصه روحها.
الفلبينية أروح هي تسويها كل شيء. هذه آخر مرة تمر علي وقت الأكل، ما أحب حد يمر علي وقت الويبة. هي والله من المعلومات اللي ما حد يعرف عني أني أنا وقت العيشة ما أحب حد يقول طاولني ما أدري شو هذا وعد أعرف حطني إياه ما داني دم ضروسي حد يمر علي وقت الويبة. فلذلك يعني خبرك مرة عن مرتين. هذا خبز مال المغرب، خبز المغربي ماشي. خبزون ابو في البربي وينياب ابوي ينحط في الفريزر ينكر ومن ينبت تحرى تو مخبوزه حين تو مظهور هي خلف الطعم هذا. انت هذا شيء فنان لا صار ولا استوى. اللهم ادمها نحفظها في الزوال يا رب. هذا بعد ما يسمو بعد طيب هذا عز الله ابوي مر كل واحد قبل قادي ايرين. Thank you very much for this good breakfast. وانت شي خصنا في تتي تسوي؟ والله؟ ويا انت بعد يلا شكرا دكتور احمد. هي والله البسطرمه شيء فنان ولذيذ وحلوه ومباركه يا الله يطول بعمرك يا مباركه. مشكور يا من هيان، مشكور يا لومنا فيك يا من هيان. كل يوم دلالك توصل، كل يوم يا الله يحفظك يطول بعمرك. جزاك الله كل خير يا من هيان. ولها مشكوره يا من هيان. يعني هاي سوبر ماركت يسمونه فينيسيا شيء حاطينه جيمر غير نمونه من زينه. اظن مال من تركيا؟ مال تركيا لو مال العراق؟ من دوتش؟ من تركيا جيمر غير نمونه. عاد هالجيمر اللي يبيعونه ويصدرون حق امريكا من تركيا غير عن الجيمر احب يقول عاد وايد يبيع حدود مكود في الجمعيات. لا اللي طرشونه حق امريكا يختلف. اي منتج اي حق امريكا اي ذو مقاييس ومواصفات انتوا تشوفون الفواكه عيالتي من شرق اسيا مزروعات مخصوص زارعينهم من اول ما بدروهن بس بامريكا ما ابغى البن عنهم حتى بس بالسوبر ماركت. تمام بخير؟ خير وين دروس؟ بحمام. ليش دروس مسوينا حق الحمام؟ تحبني؟ زي تحبني ولا لا؟ ها محمد انت معلوم خالد الخالدي؟ ايه انا اعرف هذا كبير وملوك. هذا ملوك كبير؟ ايه ملوك كبير والله. صليت لي معلو بعك؟ وي شنو خلاص صليت لي معلو بعك؟ لا بعد لا وين من زمان تو بعد حتى الاذان ما اذن. لا اول تعلمت تكذب ها؟ لا ابو ظبي ابو ظبي؟ بس وهني بامريكا ما بتصلي؟ لا حرام حرام؟ فاك الله يحفظكم يسمونها قوايب قوابانا قوابانو قوابت؟ قوابانا قوابانو قوابانا قوابانو. هاي يقولون عاد الفاكهة تساعد على اللي عندهم أمراض سرطانية وهذا اللي عندهم أورام أورام تقي من المرض وتعالج عنه والعلم عند الله. لكن يقول لك ريحته والناس تأكله يعني كلها يعني للأوادم للصاحين. لكن يقولون اكتشفوا أنها تساعد على الشفاء من أمراض سرطانية وريحته من خاري خنينة. لكن شو عاد بعدين ما تفتح حتى من داخل الحين تفتحها. يلا بارك الله فيك. يلا واللي يريدها قول يروح التشاينيز في بيلي. موجود السوق مال تشاينا مال تشاينيزي. هاي حب شريفه شرات الشريفه وهي ما بشريفه. نو جسيت لك ذات هي شرات الشريفة الإشطالة كان هاي مبهي تشابهها وريحتها قوية نفاته. عاد أشوف شكلها جديمة. لا ما بجديمة هي شي تراها. قول بها أنت يا حبيب النبي شو خلا كذاب خربانة محمضة والله وع كذاب ريحتها خنينة عيه. It is okay. I read good. Okay, any okay. So not bad. Yes,
والله قريت وحده ذاك اليوم. ها التيست ماله؟ ايه. شو تيست محوم ذا؟ لا لا. Very sweet, very sour and creamy. Creamy and sour and sweet. والله؟ لف انت لف الحين قول بي يا حبيب النبي. ها شو؟ Sweet and sour and creamy. وخياسي وخياسي احنا اللي فيها شيء بيستعملونه الان والله هل تشوفوا انت وحطيت لكم الصور الفيديوهات هذا من 5 شهور شهر 8 شهر 8 توني حصلت فيديوهات ما ادري منو الحلال بعد طار اشتري حرمه ولا ريال ما يدرى منه لكن هاي اللي خبرتكم عنه الصور الفيديوهات هاي شهر 8 من 5 شهور قرجة الدنيا هذا بعد تو بادي عاد المطر Open this. From where? من فاطمة. قهوة and all these? Yes. بلاليط وعليه قربيط. و this one also? Yes, too. يا ربي. فنيس عند قهوة شو رايكم؟ يلس خلق يلس يلس. يلس خلق الله يخليك. هذا سكني هنا. زين؟ يتبوي مني هناك طرف هذا الطرف اللي تحت يا ساتر الحريم. هذا الحين المكان هذا ياسير جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم كيف انتم شباب ابو ياسي في الحديقة مبسطين وعلى كرواسون وكيك وهبات الريح وهذا الشيخ صلاح بن احمد توا واصل مرحبا 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 بصلاح ميداني الفروخو يفتن زين السلام عليكم تعالي عدالي زين كيف حالك كيف علي حسك عسب يسمعونك عسب تنسمع لازم علي حسك زين الحين تم وين جاي من توسكاري وين من جمع الكبير اللي صورته البارحه اللي عند البحيره عند انت وصلت حتى عنده هي هي بعيد مو بعيد انت تطري انت صاير تدورنا هنا لا هو ساكن هناك راح دور في مجمع ثاني وهذا المجمع الثاني حصل قالوا له انت تدرس هني يعني ما علي حبيبي انا قلت انا خبرت انا وين ساكن لو لو تتابع وتركز بتعرف انا وين ساكن عيب شو ما عرف يوم شفت اسم كامدن بعدين فهمت زين كيف حالك؟ أنت تدرس هني؟ في شيء زين من كم سنة تدرس؟ سنتين. ليش؟ شو السبب تدرس أنت هني؟ لا بس بروح أدرس. لأني أبغى. تدرس هني؟ حتى ياكل بس أمي وأنا و. دبست ها؟ أيوة. هل في أي علاج ولا؟ لا. ها؟ بس أنا أدرس. ودرت مدارس الإمارات كلها وياك هني؟ ما فيك حيلة. شو تدرس؟ أدرس فيزياء وكيمستري. ما شاء الله كل المجال الله يوفقك حبيبي زين زين تعرف صلاح؟ تابع بعد؟ ها صلاح ريالي تابعك زين عادي قول ما تولح على 4 كنا في الامارات؟ تولح عليهم؟ حد منهم يتابع؟ يتابعك انت تابعوني انا؟ وايد والله زين شو تبي تقول لهم؟ تسلم عليهم تسلم عليهم زين ومتولح عليهم صح؟ يعني حتى انت متولح عليهم ما بالله هم بيغاروا ليه؟ لانهم يحبوك انا بعد احبكم كلهم حبيبي ولد وان شاء الله بيشوفونك هناك وبينبسطون وانت امورك طيبه وان شاء الله انك كم من سنه وبتخلص وبترجع الله يجعلنا حي شو الشيء اللي ما بعايب انك في الغربه غير الوله على البلاد؟
حبيبي هاي هاي يسمونها ضريبة النجاح. الإنسان يوم اللي بينجح يبقى المستقبل الطيب لازم يصبر، والغربة وقت معين هذا وكله بيخوض، وإن شاء الله بترد بأكبر الشهادات وأحسن الثقافة مثقف، وبترفع رأس بلادك وهلك بيفرحوا بك، يعني كل شيء بتغني أمور طيبة. الحين البلاد حبيبي الحكومة يدورون الشاب اللي دارس ومثقف، ما يبون الشاب اللي ما عنده دراسات عليا ويدورون الشيء. الأول شوف خطف وقت الأول بسنين الأولية، أنا بخبرك الأول حق الوظائف تسمع يقول لي عنده سادس ابتدائي يقبلونه، عقب قالوا عقب كم من سنة لا اللي عنده ثالث ثانوي يقبلونه، وتم اللي عنده سادس ما يقبلونه، رد عقب اللي عنده ثانوية عامة، عقب رد اللي عنده جامعة، وحين كل من هي وقت تصعب الأمور. فأنت كل من كانت شهادتك أعلى، كل من كان حظك في الحصول على مراتب كبيرة أكثر، فأنت تنتقي الثقافة القوية والشيء الزين، والله بيسر أمورك. أبوي قال لي نفس الشيء. هاي بديتك يا حبيبي. والله ولا يتروى. شون خيلهم أقول لكم توهن، ها توهن يطلعن حوالي ذراع ونص الحين طلع، أظني يترين الحمو من أي الحمو بيطرن كلهن، والله خلوبات نظفات. سالم من راشدي، يا مرحبا، مساك الله بالخير. قد ريال قد ريال، عين الله تابو ما ابن حاسد شليت مكانك ريالي، ما يخلي حقك. خلاص شلو خلي بس برمس ابوك شلو ودع عند امه زين. الحين الموضوع اللي مكمل يوم مال ريحة الرياي اللي بيجون من عزبهم، شو رايك فيه؟ ليوم من عزبهم وريحتهم خرفان، بيجون عند حريمهم. هل البوز زعلتهم انت يا ابو محمد؟ ليش؟ قالوا ان هي من عزبهم وريحتهم مثل ما تقول وهر. انزين صادق انا بس انا كلام صحيح، بس انا اقول المفروض المرأة هي. انا يوم اياها ريالها تقول له يلا فلان تيهزل الثوب والعطر والبخور، ايه والاخير الحين المفروض ان الرجال روحه امنه روحه، يعني يكون يعرف. الحين هو يطلب من الحرمه ان الحرمه نبيك لازم تكونين انت كل شيء فيك عدل، كيف الحرمه بيكون فيها كل شيء فيها عدل وانت يا ريحك وهف خرفان وريحه مدواخ وريحه حطب وريحه شو بقول لك امور وايده. ايش رايك انت الحين ابو سالم؟ الراي تمام، كل ما جاء من عندي ذا هو راعي ذا، القى ريحتها طيبه، واللي جاء من عنده خرفان هو راعي خرفان. ابو سعيد يا ريال، ابو سعيد يلا الله يحاول. شوف مؤيد هل البوش، ايوه يقول هل البوش ريحتهم كلها طيب. معه بكره بعد ما يجي يعوف منها، خرفانهم طيب ولحمهم طيب وريحتهم طيب وجبنهم طيب، النادى كلها صح صدق ابو سعيد. لا كلامك اكيد انه صواب. الرجال هذا شو اسمه الرجال هذا؟ ابو محمد حر الله تابوك حشرت انا يا البزه مكثره. راح عند عبد الرحمن، راح عند عبد الرحمن شلو هذا شل اي ها سل 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 والاخير يعني والاخير بعضه في خشمه انا بعضك بعضك يا محمد ابو هلوي ما في فايده ولدكم. يلا لا ما عنكم غنى، مع السلامه. شو اسم المكان اللي نحن معزومين فيه اليوم؟ سان مارين زين. هذا الرجال الله يسلمك ابو البنيه اللي صورت تم ساعه، انا ما اعرفه بنت منوح يوم ياس عند الشباب قال ابوي هذا اكذب سيب منك ابوها. سلام عليك، صورت بنيك مساعة. يا ربي مليون مسج يا عسبها، يا ربي العالم كلها تموت عليها. الله يعطيك الصحة.
اي والله حاليتكم عاد اللي هناك في الامارات يعني ما سمعت والله حلكم اللي في الامارات كلهم طرشوا مسجات عسب هالبنيه الله يجزاك الله يسلمك حاضر قرب قرب عند الربع عود قهوه لا انا طال عمرك اخوي خلص الفيان بس يبس قهوه وياه ناخذ الكوك البخاري وخلاص نسيت عشان عقبك الله يوفقك كيف حالك سلامك شوف السلام ما راح السلام الصبح ما تحيدون لابس يميع الجاكيتات والهذا تحت هذا الصوف برد موت والحين حر موت لكن السماء ها شوفوا ملتاصة كلها غيوم كلها غيوم السماء والمة مطر حرة حرورة هذه حرورة مطر لكن سبحانك يا رب يعني الصبح برد والظهر دفء والحين حر وفي الليل بيضونا برد شو أقولكم أمور وايدة في شنتية هيوستن والله خلاص هذا الحين بحاول إني أستحين بعد عليكم الفرق بين العرس قديما وحديثا ها صليح شو تسوي بتلسون هي خلاص بني صخاري كوفي بني صخاري كوفي ابوي تسميت معه انا وصلاح خلف هناك ابوي في الكوفي اول ما يلسنا الدار الرجال قال ابوي ترى ابشروا ترى ابوي بيكم يبيع المر هذا الرجال تو قال الحين على فكره تبتدى النفاف تنسى صلاح نفاف صح لا شبعان وسعبان صلاح ارفع صدرك يوم بتمشي ارفع راسك فوق شو ياك خمكر ويلس بندخلك الرندل هالجمعية اللي خبرتكم عنها يعني عبارة الجمعيات اللي من غير كأنك داخل الجمعيات التعاونية والأماكن العادية هذا لا هذا المكان اللي تشوفونه عبارة كأنك داخل أفخم جمعية عندنا نحن في الدولة شيء عادة مهن تو كلن عادة وبصرة ثلاث الجمعيات الكبيرة يعني اللي كل شيء فيها فخم كل شيء فيها زين يعني لك الشيبس الأول ماشي إلا البطاطا الحينة شيبس ناريل ميبس شيبس موز شيبس تفاح اللي تبقى موجود كل الفواكه سووا لكم اياها شيبس كل الفواكه سووا لكم اياها شيبس ما شيء في الدنيا ما سووا لكم اياها شيبس سبحانك يا رب ما كمترا وشو بقول لكم ما شيء فاكهه في الدنيا ما سووا لكم اياها شيبس بين الله يسلمكم السكن اللي نحن فيه والجمعيه هذه يعني أقل من إدار الإدار هذا اللي مثل مورا لكن هذا الجمعية أنا ما تشوفون بلاد من كبرها بلاد 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 لكنها أفخم ما يكون أفخم وأحسن الأشياء اللي عندهم الفاكهة اللي عندهم أشياء مميزة مبشرات اللي أمس صورت لكم إياها هاي تنسيت حتى شو اسمها هذا يعني كل ما تشتهي الناس عندهم أقسام أقسام هناك الخضروات هناك الكيك وهناك هاي اللي تشوفونه مخبز من غير وهذا عاده قسم الزمهرير روحها ماخذ 20% من المكان قسم الزمهرير ما فيها صورة سلما بنواع السمكان بنواع ما في شيء في الدنيا العود موجود عندهم بلاد بلاد شو صلاح؟ وا باب 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 شو بابه؟ تبان تسيره؟ ايه خلاص خلاص شوف ما خذنا شيء ولا تمشينا ولا شيات انت صلاح الاول تمشي مسافات طويله وحين شياك ضرع على القلب مشي ترى والله خلاف الاول التاليب في تايلند من مول لمول مان خلي بقعه
شو يعان؟ يعان انت؟ هذا انت شوف اي اخ عليك دقني كذي لا لا تبغى الحين وين منها؟ هاي عودة؟ هذا حق شو تباها؟ يا ربي لا بناخذها باقة من هاي من هاي لك ليلى لا بناخذ من هاي لك لهناك الدريب هني شيء غير هن خلاص لا لا ها صدقي صدقي هذا خلاص لا بناخذ هاي البربل البربل وين من هتبه صلاح هذه ولا هاي البنفسجية هذه ما هذا هذه شو رأيك ناخذ هاي يلا شو كان قيمتها؟ $30 لا بالأول بنحاسب هبتكود انت وياها تعال تعال بقول حق حصة انا يا ابن حمى بصراحة انا ولا انت؟ انا ما بنا؟ بقولها هاي هدية مني انا من خالد ولا من صلاح؟ صلاح ما اقول مني انا؟ لا وين البيزة؟ من انت؟ يا حبيبي صراحة صراحة قلت لها thank you نزيل نرد على موضوعنا موضوعنا اللي حفظكم اللي ابتدينا في عن في الصبح ورمسنا عنه وكذا من مدة طويلة أنا كنت عديت تسافة هاي العام أو عام الأول يا غير وايد العرب يطلبون أن يبون يعرفون الفرق بين أعراس الأعراس قديما والأعراس الحديث الحالية وشو التكلفة الفرق وشو العادات الأولية وشو العادات اللي اندثرت ومن زمان لليوم وباكر اليوم باكر قلت في خاطري ما بلقط أبرك من هالوقت أوقات الله كلها مبروكة يا غير اليوم يعني عندي على موعد عشاي العشاء معزومين عند جماعة اليوم في هيوستن في السكن ميلس الإمارات مسمين ميلس الإماراتيين في السكن الثاني شو اسمه عبد الله منطقة إيلي فعندي ساعة قلت على فكرة اللي يتحرى العراس الأول ما مش مكلفة هذا غلطان العراس من استوت الدنيا ما شيء عرس بلاش عرس بلاش ما شيء العرس الأول مكلف حتى الأول العرس مكلف بالعكس الأول الأول العرس الذهاب المهر الصيغة الذهب المجوهرات الذهب الحمر الذهب كان عقد وغير عقد هذا كله أنا ما رمسك من عراس الجاهلية أو عرس قبل 200 سنة لا أنا أرمس عن العراس اللي قبل 30 سنة وقبل 35 سنة وقبل 40 سنة العراس كانوا يسوون سمرة في العرس يسوون طماش يسوون زي الزي يستوي 3 أيام وايد هالعراس لكن بنبتدي نحن من البداية من طقطق لين ما يضوونها آخر يوم في العرس يسمون يوم الضيف خلاص عاد هذا منه وقف العرس خلاص نهاية العرس في يوم الضيف عاد الحين بنشرح لكم السالفة من طقطق لين سلام عليكم الحين 7:30 لين وصل الجماعة 8:45 ثم بيحطون عشاهم زين والقصة الهب القصة هي شرح عن اللي بخبركم عنه عن العرس يباله وقت وبكون يعني يالس أساس أجيبك قصة والسالفة بحذافيرها من الأساس الطريقة المطولة زين وان شاء الله خلاص بنربس بنبتدي وانتم عاد عندكم الضحى الحين انتم الفجر الحين الفجر الناس كلها رقود المستشفى خد السياره ما نزلت ايش قاعد قلت شفت الباركينج صراحه تشوفني تعرفوني ما رحت كمان اشوف الحمد لله ايش اسوي تشيز الحين الو الو وين الضروس الو خبا ما نسيت لا حبيبي لازم الضروس شوفي
بعد شو بعد شو كنت راقد اخ عليك اخ عليك عازمينك ابادم الحين انت سايت تتغدى خلاص لازم بنزل لازم بنزل لا اخ صلاح حتى عازمينك عرب كيف ترقد لا ما شو بابا يعني كذب انت الليل هاي راقد منو تو قبل شوية انا ما بنته اخ عليك يا صلاح كيف ترقد كيف انت غديت تبى تشوف عليك انت راقد والله العظيم في ناس يعني ما ادري كيف من يركبون السيارة انخروا من يركبون السيارة انخروا خر على نظم نحن اربعة انفارح في السيارة كيف تنخر صلاح وانا ما بابا يدي علي ينخر توا انت لا اخ عليك اخ عليك بقال انت تخلي انا اخ علي اخ عليك انت ليه توك تنخر ما تنخر ايه الحين حساري عند عرب بالارمس الحين قريب من وصل عندهم هاي اشوف بيلم بيلم آه كنت تطالع ما كنت راقد؟ لا زين آه كنت ابغى اشوف اخوك زين اي والله ذهبي لي ورده نورت هيوستن يا خالد الخالدي شو عيوني تي عيوني تي هاي مقولتي المعروفه سلام مرحبا حمدان شا اسمك انت؟ حمدان حمدان والله والنعم والله والنعم ابوي جماعة عرفوا بعماركم شاهين المازمي ابو محمد والله والنعم خليفة الخيالي والنعم والنعم انت شا اسمك؟ ها؟ ايه وانت؟ والله والنعم والنعم ابو حميد اسمك انت؟ حمدان ما زين هالاسم حمدان عود عليك هالاسم يا ابوي انت هالكبير بس هالاسم العود هالاسم العود اللي ما شيء كبره وايد كبير عليك حلو عليك حمدان تبنى غير هالاسم حمدان لا تبى حمدان عيب انك هذا امريكي ها امريكي هو امريكي انت ها شو عي شو ثلاثي افتح تمك لا التبكي وين الضروس طاحت شو طيحن انا طيحت افتكيت كل هالقطو شلت يلا تعال يلا انت شو اسمك عيد والله والنعم عيد ساتي ضروسك ما شايفين طايح ايه كم واحد اثنين افتكيت منها السلام عليك صلوح حالك احييك بخير الحمد لله بخير اتكم ابوي ولايتي رقم واحد رقم واحد الخبا والله ما بجامله مال ام شهاب جزاك الله خير يا ام شهاب لا عزمتي يمنات يا ام شهاب اي والله ام شهاب حرمك انت لا لا عمتك ما شاء الله عليك يا الله يحفظك يا ام شهاب ما شاء الله ما شاء الله وهذا الساقو هاي ساقو هاي هي يلا عاد تدري عاد ان الساقو اللي ميزه اللي فيه حبه شويه فيها يقصرها الانضوي فيها حبه جاسيه هذا اخير ساقو ساقو ترى يوم مره ناضي مره شرات الشوربه يغادي ما يتشاهد لكن يوم فيه حبه جاسيه يغادي اخير ما يكون ها حمدان تبى تصور ودي ثاني لو بس عليك ودي وحده قول له مرتين مرتين قول له مرتين ما شاء الله على حمدان مسوي له تبرات ثرات فوق راسه شطفه خفوا عاد هالمثل حمدانيه ما شاء الله عليك يا حمدان ما زينك محمد شاهين هلا كيف حالك هالميلس نكملكم فيه والله هالميلس كمل الحين من 2012 لين اليوم 2018 ما شاء الله وحد ساير وحد جاي حد ساير وحد جاي زين ومن هاك اليوم ما شاء الله والميلس موجود ما شاء الله هالميلس هل ان حد مجرنا روحه ولا مسوين اشتراكيه لا والله نحن مسوين اشتراكيه بين قطيه ايه بالشباب اللي موجودين نحن هنا مسوين له قطيه وتتيامعون وتتيامعون في المكان نعم مسؤول ميلس ها؟ أه؟ شاهين مسؤول ميلس مسؤول ميلس من 3 سنين شوف انت لا وين
وكبيرنا هو. لا 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 ما شاء الله ما شاء الله عليه بعد فنان صغيروني الله يسلمك ما شاء الله عليه متعبل من هالدنيا كلها اي نعم الله يحفظك ما شاء الله عليه وانت من كم سنه هني هو انت انا من سن انت من هالوين من اهل الشارقه انا ما شاء الله ما شاء الله عليه يا مرحبا يا مرحبا اشوف وتشرفنا الاول 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 الله يسلمك هي راعي الشارقه ما يحتاج تساله انت من وين ليش ينعرف راعي الشارج من بد العرب كلها من ضروسه من ضروسه والله من واحد ضروسه بالنية عرفت انه من الشارجة ليش حبب حبب سلكم يعني... هل الشارجة الماء عندهم هي الماء فلذلك كلهم هل الشارجة ضروسه بالنية الحين الدولة اتفق اللي ضروسه بالنية في الشارجة ما تلقطه وجابك خبر عن هذيلا هلا هلا ابوي خبر عن هالغربية هي الغربية كيف هذا الغربية؟ لا ما شوف الناس المميزين بشيء معين يعني هل الشارج بالذات هم ضروس سنبنية ولا هل دولة الإمارات من أولها لين آخرها كلهم نمونة وحدة بس هل ميزوا الغربية يجون طوال خل عاد لا الطول والقصر هذا الله يسلمك متعارف عليه عالميا أي بلد قرب الساحل هلها عيون قصار واللي قرب البر واليبال يجون طوال خلج من الله سبحانه وتعالى شوف انت شرق اسيا اي بلد ساحلي يجون هله قصار من استوى الدنيا يعني جليل اللي تلقط طوال وهم بلدهم ساحليه ما شاء الله ما شاء الله ابو عبد الله صحيح ها العين ما ادري اسمها الوليد حمد حمد تعال عدالنا ابوي بنرقص وياك تعال حبيبي تعال ياي تعال هني ها هذا الرجال اللي عدال ابوك ابوك ولا اخوك تعال اخوه العود انت اخوه ولا ابوه؟ لا ابوه ابوه والله والنعم والله ينعم انت هل 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 وين ابوي؟ من هالبصرة من البصرة ما شاء الله وهذا وليدك اي نعم زين وام عيالك موجودة عندك؟ لا 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 ها؟ مطلقها افتكت اعطيني حمه يا خال افتكت والله فكها افتكت والله فكها الله الحمد لله يا رب العالمين لا. يوم الله رد اراد لها السعاده افتكت منك نبغى نوح جديده يا خال جديده جديده لو ابوك لو فيك لو في خير معاه به الطيب لا هنا. ها بغيناك عون يا خال هذا هو عاد الحين هو يقول ابى اصور عندك لاجل انه يمكن حصل لي حرمه تربي وليدي قلنا الحين خبرنا عن شو القصه ظهر ابوي مطلج انت مطلجنها لو هي مطلجتني لا هي طلجتني بس هذا هو قلنا لك ولو في خير ما عاد الطير الحين وين عايش انت؟ عايش في هيوستن لا صدق والله اي والله انت ساكن في هيوستن؟ اي ساكن انا مقيم في هيوستن وين الحرافه؟ لا لا مقيم الحين في يوستن والله المواطنين وخدمة الإماراتيين الإماراتيين بالذات نعم بالذات سمعنا الإماراتيين عشت فيها وين ربيت فيها في الشارجة وعيمان وعشت فيها زين وخدمتهم أنا جزاك الله خير مسوي مكتب أنتوا عندكم هني بس وحنا موجودين في سان مارين هني مجلس الإماراتي ما شاء الله وأي واحد يبغانا حاضري الله يسلمك ويدور حرمة يا ابو محمد يدور حرمة ايه ترى في وحده افيلبل ترى الرجال افيلبل شوف انت انا ببغي حسابي الرجال ها حسابي يبغي والله انا ببغي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خليفه النقبي والله والنعم والنعم عليك كيف حالك كيف انت شو اسمك؟ جوري جوري هل اسم الغاوي ما شاء الله عليك يا جوري وعليكم السلام اي صب مايه مره هذا روضه ما شاء الله عليك حرمه في صفر في الروضه كم عمرك انت ما ما تعرفين ها جوري صديقي ما شاء الله عليك يا جوري ها جوري جوري الحين هالريال يدور لحرمه وين بنلقط لحرمه بنجيب له وحده بخيه من البخاء شو رايك بنجيب له وحده من البخاء
شبعان ابوي حلاب مالح وبتغديك ابوي عيش ابيض مرشوش عليها صرابي لين يتوتب بطنك. مايد النغبي يلا مايد مايد يلا مليون مرحبا بمايد فرح مطايع يعطيك العافية شحالك حبيبي الله يسعدك بخير الله يطول عمرك من هالراس الخيمة لا الخور فكر الخور ما شاء الله ما شاء الله كملكم هني والله صار لي شهرين ما شاء الله شهرين الحمد لله يا فريجك والله عندي الولد ايه عندي الولد الحمد لله اللهم ربي لك الحمد الواحد يحمد الله ويشكره الحمد لله يا ريال الانسان اللي يوصل بالبقعة والله ويقولون له شايلك علاج بعيد ارحم عن اللادمي اللي يوصل ويقولوا له رد بلاده والله عمي انا بقول الحمد لله نيت هنا ويت العلاج والحمد لله اني شفت الويوه الطيبه اللهم لك الحمد اني تعرفت على هالناس الطيبه الله يعزك طول بعمرك ان شاء الله ويوم اننا شفناك جزاك الله خير اللي نشوفك في الشاشه الحمد لله الحمد لله الله يعطيك العافيه والصحه يا رب يسلمك وطول بعمرك الله يحفظ الجميع ومايد لا تلعب ترى طيب طحي قره ومايد صلاح هذا الحين ولد بيبدل ويا تليفونك ها اعطاك خذ هذا اعطى تليفونك ها خذ هذاك مكانه شيل التليفون عنه خلاص شيل 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 رد رد ولف وترمس يلا صور عاده وين سنابك بسم الله لا لا هاي الصور ما تتشاهد لا ارفع التليفون فوق حق غادي غاوين ايوه صورة فيديو البنات عندي ولف وترمس يلا صور عاده وين سنابك بسم الله لا لا هاي الصور ما تتشاهد لا ارفع التليفون فوق حق غادي غاوين ايوه شوف عمي يسلم عليك عليك عليه السلام عيد الله يقول لك أتم وراسي البيت شوف عيد يقول أتم وراسي البيت يقول أتم افتكيت من هاي البيطة كم أكبرها على راسك البنات عندي الحمد لله لومك خير انت ما شاء الله في النار ما فيك شيء قاصر ما عندك شيء قاصر هاي ما في الحمد لله زيد فضلكم رزق الشباب سميح اليماني يطبخ رقم واحد طبخة أمس سوالنا نحن زبيدي رقم واحد طبخه هو مو زبيدي هذا سمعت عن التربية لا لا زبيدي 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 100% ما عليك على وين سبع متروس ولا لا كت شوي ولا وايد كذاب باع صلاح اخ عليك باع باع أقول لكم أنا أتحرى الأول من الإمارات طلع ثارة سعودي تعال يا مرحب السلام عليك الله يسلمك وين هل في السعودية أنت؟ من هالحاية والله والنعم ما عليك زود اسمك شو؟ فهد الرشيدي والله والنعم والنعم كم لك أبويا؟ والله من 2017 أنتوا دراسة ها؟ الله دراسة زين زين الله ييسر أموركم الله يجزاك خير وين عرفت أنت؟ تشرفنا فيكم على الله وين عرفت أنت هالشباب هاي الإماراتيين؟ الحين أنت من حايل وهاي كلهم من الإمارات والله عرفتهم
كنت أدرس هنا وتعرفت على الرجال الطيبة والجي الطيب. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حبك. دفة طيبة. لا لا خلده. صراحة شفت الرجال هذا؟ كيف عرفت؟ ما شاء الله عليك. ها؟ ما شاء الله عليك يا ثلاثة عنده؟ لا قال يا ما شاء الله عنده ثلاثة يا خالد. لا 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 حب طالع له وحدة جديدة. ها الرابع عنده ما غير ركبته طويل. ها وحدة طويلة ركبته. زين 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 يبي لك وحدة شو؟ محارب. ها حلوة؟ محارب. عينها كبيرة؟ أمريكية أمريكية. شو اسمها؟ لا ما يبان. صلاح 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 بتيك في الليل ها؟ ايه ايه تحمل يوم بتحيدك رقت ها ايه ما بترقد يقول ما بيرقد يبي شعره طويل يبي شعره طويل لا هو احمد روح من المقص الناس كلها صاخة ما حد شال للدنيا فوق رأس إلا صلاح اثنين عزابية مجابلين بعض صلاح شو يقولك الرجل هذا ما يشتغل ما يشتغل زين قال لي أحسن مطلق الحرمة ما يشتغل ويالس البيت وخي فاضل مشكورة يا بتعيد مشكورة يا بتعيد على هالشاهي الفنان مشكورة يا ام عبد الله لا عصمت يمنات ترتيبكم كل زين لكم كلها قاويات وخدمتكم كلها فنانة إلى الله يبيض ويوهكم إن شاء الله يدفع الشر والبلاء عنكم ويشفي مرضاكم مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين ويعودكم إن شاء الله بلادكم سالمين غانمين مشكورين على هاليلس الفنان وفرحنا بشوفكم الله اللي يعلم سبحانه وتعالى ونحن فرحنا اكثر يا محمد يلا سامحونا على الترخص لا الرخصه من جنابكم هي نعم لا بس عليلا الساعه 10 ليش ان شاء الله اللي تامر عليه ان شاء الله هذاك الرجال مبارك انت من السعوديه وين من سيهات سيهات وسنابس والقطيف وتاروت ورحيمه وعنك ودارين ما شاء الله تتحرى انت ما شاء الله مقيم انت هنا مبارك من استويت ولا؟ لا من 2000 بزنس ولا؟ لا دراسة. ايه. بعدين حولت على شغل. زين. الحمد لله. تستاهل تستاهل. يلا كرمكم الله مشكورين وما قصرتوا. مشكورين مشكورين مشكورين. هني هني وياي وياي. أبي الورد تطلع. هذه هالورد بكبرها. لا. يلا بارك الله فيكم يلا كرمكم الله يلا مشكورين ما قصرتم ميلسكم شرف الله يطول سلامة الحبيب يلا يلا يقول لك وايد كلام وايد كلام الله يحفظك يلا الله يعودكم بلادكم سالمين بيعافيك ويعافي مرضاكم في مال الله حبيبي مع السلامة في مال الله كرمكم الله مع السلامة حبيب باي حبيب حياكم الله يا مرحبا صلاح مطر تحمد سلام عليكم سلام عليكم يا صلاح هب تتكون آمين آمين ما كان شيء حق سنة رويلات
بعد يضحك يعني يجيب والله هالشيء.